أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم في حلقة سابقة توجهنا مرة أخرى صوب مزرعة تينيزا لتربية الدجاج البيض بغرض إجراء بث مباشر من هناك، لكن وكما تلاحظون أمطار الخير على المنطقة صعبت علينا عملية النقل المباشر للحلقة، لكن إيمانا منا بضرورة الالتزام بمواعيد الحلقة ومحتوياتها قررنا استبدال البث المباشر بحلقة جديدة على القناة تحت اسم راديو طيور تيفي. اطرحنا كل الأسئلة التي توصلنا بها من المتابعين الكرام على صاحب المزرعة حتى يجيبنا عليها. تحية طيبة سينابيل، وتحية قناة طيور تيفي وراديو طيور تيفي، مفاجأة السارة ديال سينابيل. تحية طيبة للمشاهدين الكرام والمتابعين ديال القناة وراديو طيور تيفي، مرحبا مرة أخرى بكم في مزرعة تينيزا. كنتمنى ان هذه الحلقه ولا هذه المتابعه هذه تكون يعني توفقوا اننا نجاوبوا يعني في التساؤلات اللي كيطرحوها الاخوان، ونحاولوا يعني نفيدوا ونستافدوا معهم جميعا بالافكار وبنقاشات اللي تكون هادفه. ونحن بدورنا نقدم الشكر الجزيل لكل الصاهرين على المزرعة، كما نؤكد لكل متابعينا الكرام أنه نظرا لكثرة الأسئلة التي توصلنا بها سواء على مستوى صفحتنا على الفيسبوك أو رقمنا على الواتساب أو عبر التعليقات في الحلقة السابقة، فإننا قررنا أن نجزئ هذا الحلقة إلى أجزاء حتى تكون الاستفادة عامة. أولى التساؤلات هي التي طرحها المربي السيد عصام، والذي تساءل عن بيض السلالة البياضة الذي يشبه الدجاج البلدي. بالنسبة للبيض يعني اللي تنتكلموا عليه هنايا راه هاد الاعداد ديال الانواع تقريبا كلها عندها صفات انها كنقولوا الكولور، تنهضروا على الكولور يعني انها كتقترب من يعني البيض البلدي، يعني يمكن تنختلفوا شي شويه بالنسبه للدجاج لا جورن اللي عنده البيض، يعني البيض يعني البيض ناصع، يعني الابيض البيض عنده ابيض ناصع، ولكن عاوتاني بالنسبه لعني عنده عاوتاني شروط يعني ايجابيات اخرى اللي هي كتسمح ان الحجم ديال البيضه كبيره وحجم ديال يعني الانتاجيه، نسبه الانتاجيه اللي كتكون مرتفعه اللي كتسمح له انه تغطي على هذه النقطه هذه. وبالنسبه للزبون راه مساله كما كنقولوا راه الجوده كتغلب، يعني انت خصك كيفاش تعرف توصل الفكره، وراه الحاجه اللي ماشي بالضروره خصها تكون يعني بنيه مفتوحه ولا بنيه مغلوقه ولا شي حاجه، راه البيض ديالو مقبول في السوق ويعني وماشي مقبول راه كما كنقولوا عليه حتى هو راه داير بلاصتو بواحد الفاصون مزيانه. التساؤلات التي توصلنا بها هي من المربي صاحب قناة رشيد المنيولي الذي تساءل هل هناك عمر محدد لإخراج الكتاكيت للمسرح أم لا؟ بالنسبة للجواب على هذا السؤال هذا تبقى عامل أول حاجة عامل ديال الجو أو عامل ديال المنطقة فين راك، يعني المنطقة كما كنقولوا منطقة اللي هي دافئة ماشي هي المنطقة اللي هي باردة، وعامل ديال يعني ما كاين لا رياح لا ما كاين حتى شي حاجه. الا كانت هاد الظروف هادي كتساعد يعني ما كاينش لو كورون ديال الريح، يعني كانت هاد الظروف يعني الجو معتدل يعني راه نقدروا نخرجوا الفلوس، يعني الفلوس على يعني شهرين يكون خارج المكان ديال المسرح، يعني شهرين نقدروا نخرجوا. تنهضر تكلم على السلالات اللي عندها هاد القابليه هادو، دابا نذكرهم بالنسبه للسلالات اللي عندها الامكانيه هادو، منهم الاندلسي، منهم لا سوساكس، منهم يعني لا فورويرك، منهم الفيومي، منهم لي جورن سبلاش، منهم لا بلاي مودروك، منهم الرود. هادو سلالات قابلين عندهم هاد القابلية اللي عندهم انها تخرج منهم الاستراليوب. كاين سلالات اخرى منهم النجور الابيض كنفضل انهم تيطلعوا شوية في العمر، يعني يوصلوا عمر ديال 3 شهور عاد نخرجوهم للمسرح، نظرا يعني انهم سلالات عندها في هاد العمر عندها شوية ديال الحساسية سيرتو المسألة ديال لوكورو، يعني
الريح ويكون ان كورون داير في الاخر، دونك كيكون شويه ديال المشاكل بالنسبه للسلاله. ثالث التساؤلات التي طرحت علينا من احد متابعينا الكرام يتساءل هو كيفيه التعامل مع قطع الدجيج البياض ايام البرد والشتاء. بالنسبه للسلالات فاش كنا يعني كنهضروش على الفلوس، كنهضروا على السلاله. السؤال ديال كنظن انك بالنسبه للانتاجيه وبالنسبه يعني للدجاج اللي واجد يعني من 5 شهور من 4 شهور ليه. بالنسبه للتعامل عادي غادي الانسان يحاول يكون التلقيحات والتحصينات ديالو يكون دايرها يعني بشكل مسبق. وبالنسبه للتعامل يكون تعامل عادي يعني في يحاول الانسان انه في الوقت اللي تكون يعني البروده اقل من واحد العاده واحد المعدل يعني ديال 9 درجات 10 درجات انهم يدخلهم الخم، والاوقات الاخرى يعني انه يكون المجال مفتوح ديالهم فين يخرجوا يرعاوا وهادشي. لا تخوف على السلاله من مسائل ديال كما كنقول من مسائل البرد والشتاء وهذه، غير في حالات انه ما يكونش يعني التيار يكون يعني يكون من الاتجاهين باش ما يكونش عندهم مشكل ديال التنفسي ولا هذه. وبالنسبه النقطه اخرى اللي تنظن بالنسبه للبروده عندها ارتباط بالاضاءه. الاضاءه اللي خصك تعاونها ضروري بالنسبه للاضاءه اللي خصها توصل 16 ساعه ديال اضاءه مستمره يوميا، اللي هي في الوقت ديال البرد يعني من شهر 11 من شهر 10 حتى لشهر 2 تقريبا كتكون ناقصه شي شويه يعني تنوصلوا حتى ل 11 ساعه في اليوم. يعني خصك واحد 5 ديال الاضاءه و 5 سوايع ديال الاضاءه خصك تزيدهم تقدمهم لها نتايا كضوء. هذا اللي كاين بالنسبه للسؤال كيفاش التعامل مع السلالات ايام البرد. التساؤل الرابع لأحد متابعينا الكرام يتساءل هل تربية عدد قليل من الدجاج البياض يعد مشروعا للربح أم لا؟ يعني بالنسبة للعدد، أنا بالنسبة لنا العدد مازال كنعاود نكرر هذه المسألة، العدد أقل شيء يعني يكون 100 بداية كان 100 دجاجة بالنسبه للسلاله باش تحس بداك المدخول ديال يعني الانتاجيه تكون شويه كما كنقولوا 60 70 بيضه يوميا، يعني باش توصل لواحد الانتاج ديال واحد الانتاج معين اللي هو يغطي لي شارج ديالك واللي يغطي التكاليف حتى التدخل ديالك. راه هي اللي كنتي داير 300 ولا 400 راه بحال اللي درتي 400 كيختلف. راه بالعكس كنديرو تنتسمى يعني في الاقتصاد تنديرو ان ايكونومي ديشال يعني على واحد المستوى اللي يعني كنغطيو واحد يعني واحد اللي هما لي شارج اللي هما فاريابل كانوا اللي كنغطيوهم. دونك بالنسبه المردود من الاحسن تكون اقل شيء تكون 100 يعني اقل شيء تكون 100 دجاجة بيضاء من سلالة خدامة بها، يعني باش تحس براسك انك كتدير واحد الانتاج وكتحس براسك انت غادي كتطور. يعني لحقاش راه مسألة وقت كذلك، يعني مسألة 6 شهور ولا 5 شهور ديال باش تسنى السلالة انها تبيض، يعني يكون عندك القطع الاول على الاقل شيء يكون عندك 100 يعني دجاجة بيضاء. من بين التساؤلات المهمة التي توصلنا بها كذلك من أحد متابعينا الكرام يتساءل عن نوع العلف الذي يقدم للسلالات البيضة من أجل الرفع من إنتاج البيض. بالنسبة للتغذية أنت وإمكانيات ديالك أخي الكريم، يعني يعني إلا كنهضرو على يعني الشروط العامة كما هضرنا حنا بالنسبة لنا للمزرعة خدينا 3 المعايير اللي هي الكلفة ديال الإنتاج والمقاومة الأمراض والإنتاجية. بالنسبة للكلفة ديال الإنتاج راه عندها ارتباط بالإنتاج مباشرة. راه إلا هضرنا على الكلفة ديال الإنتاج إلا طلعنا من 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 يعني من مسائل ديال التغذية راه تلقائيا راه الإنتاج تيرتفع. فهمتي إلا كنا كنعطيوهم واحد التغذية خاصة بالدجاجة البيضاء يعني خاصه كن اكيد ان الانتاج ما غاديش يبقى في 180 240 250 غادي نطلعوا ل 220 270 ولا بحال هكا، يعني 220 270 بحال هكا الانتاج غيطلع. ولكن عاوتاني خصك تشوف عاوتاني في مقارنه مع داكشي خصك تشوف عاوتاني لوكو ديال
لوكو ديال يعني لا 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 يعني ديال ديال التغذيه، يعني غادي يطلع لك مثلا الا كنا كنهضروا على على الدجاجه كتاكل اللي تقريبا 4 دريال في النهار ولا 5 دريال في النهار، غادي نوليو نهضروا على 8 دريال، يعني 8 دريال في النهار كمثال طرحته. دونك انت بالنسبه لك غادي تشوف عاوتاني واش كتخرجك ولا ما كتخرجك. اما بالنسبه للتغذيه المقدمه حنا في المزرعه هي تغذيه الاساس ديالها، يعني السلاله فاش كنهضروا على السلاله راه كنهضروا على ماشي اللي غتمشي للانتاج ديال اللي غياكلوا الناس، الانتاج اللي غتاكل الناس. عطيها الضرع، عطيها الشعير، عطيها ترسو الصوجا، عطيها الزريعه، عطيها النخاله، عطيها عاونها بزاف ديال الحوايج، يعني ما عندهاش مشكل فهمتي. وسيرتو الا كان المسرح، وخصوصا الا كان المسرح كبير وكتخرج ترعى فرحتها وهذه، ما كاينش عندك مشكل، تقدر تعطيها تعاونها انت ب 50 غرام ديال هذا الشيء هذا، وتعطيك تمشي معاك حتى 240 بيضه في, 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 في يعني في, في السنه. والعكس صحيح فهمتي، العكس صحيح. هذا اللي كاين بالنسبه يعني للتغذيه المقدمه باش ترفع من الانتاجيه ديال السلاله. السيد يوسف بن برك يتساءل كذلك عن اللقاحات التي تقدم للسلالات البيضة لحمايتها من الأمراض. كاين بالنسبة حتى للعمر 21 يوم يخص واحد 3 اللقاحات اللي هما أساسية، نيوكاسل ولا يعني لا غومبورو ولا يعني ديال لا برونشيت، هادو لقاحات اللي خصها الدار يعني اساسيه، ما كان لا هروب من هادو، تنسموهم بازيك، هادو الانسان ما عندكش عليهم يعني هروب. كيبقاو لقاحات اخرى على حساب المناطق، يعني المناطق اللي فيها يعني المناطق اللي فيها الرطوبه ماشي هي المناطق الجافه، كيكون اختلاف لي رابيل ديالهم كذلك كيكون اختلاف، وكاين حوايج اخرين كيظهروا في مناطق على حساب الاخرى. من الاحسن يعني كنشوفوا الفيترينار اللي يكون الفيترينار ماشي هو كوميرسيال تسويقي وصافي، يعني فيترينار يكون عنده نظره شموليه على المنطقه وعلى الجو هذه اللي يقدر يتكلم معك. انا هذا السؤال هذا الجواب يعني كنهضر عليه بمساله عامه، ولكن يعني تقنيا كنخلي المسائل اللي هما الناس البيطري هو اللي يكون يتدخل مباشرة في هذه المسألة، الناس الاختصاص يعني يتدخل مباشرة في هذه المسألة هذه. راه كاين لي فاكسان اللي كنديرهم، التلقيحات اللي كنديرهم على حساب هادو أساسيين كنديرهم، ولكن كاين تلقيحات أخرى كنديرهم على حساب المناطق اللي فيهم الرطوبة ولا اللي على البحر ولا اللي فيها الريح ولا اللي جافة، وعندها كاين المناطق اللي فيها عاوتاني مشاكل مع الأشجار ولا مع كاين مناطق اللي فيها مشاكل أخرى بالنسبة لذاك الحساسية ديال الربيع اللي فيها كاين مناطق اللي خصك تعطي واحد. المهم هذه المساله كتبقى مساله عندها علاقه بالفيترينير بالبيطري، يعني كفكره عامه هادو الاساسيين، ولكن كتكمله ممكن يعني من الاحسن يعني يكون الناس اهل الاختصاص. ولعل اهم الاسئله التي طرحها الكثير من المتابعين تهم الاثمنه والاسعار، اسعار السلالات البيضه، أسعار الدجاج البالغ، أسعار البيض، أسعار الكتاكيت. طرحنا السؤال على صاحب المزرعة فكانت إجابته كالتالي: المسألة يعني كيدخل فيها بالنسبة للثمن كيدخل فيها بزاف ديال العوامل. هاد المسألة اللي كنخليوها كنناقشوها مسألة خاصة يعني في الخاص، يعني المسائل التجارية كنحاولوا نتكلموا فيها في الخاص، فيها العدد ديال الشروط يعني الأعداد، وفيها مسائل أخرى خاصة كندخلوا فيها. كنت هاد المسائل هذه كنفضلوا أنها كتبقى دائما في الخاص، يعني كاين المسؤول اللي هو مسؤول التجاري ديال المزرعه هو اللي كيتكلف بهذا الشيء هذا. مهم على العموم كتبقى مساله كنتكلموا فيها في الخاص، كنفضلوا انها كتكون تبقى لنا مساله يعني شخصيه كنتكلموا فيها في الخاص. بالنسبه للسلالات البيضه اللي كتوفر لنا المزرعه كما ما يعني
كاين عدد ديال السلالات اللي ما ذكرتهمش وغادي نحاول غير نتقرب ليهم يعني من لي جور يعني من الانواع ديالو كاين واحد 8 ولا 9 د الانواع ديالو منها الشوكولا منها ليزابيل منها الفوف منها الارجونتي هادو كلهم سلالات ان شاء الله راهم كاينين والانتاج ديالهم راهم كما كنقولوا في القريب العاجل منها الكايوتي منها الميلفلور ميلفلور فوف الارميني هادو هما سميتو سلالات هما ديالها يعني كنقولوا دي سوش ديالهم كاين الاماروكانا كاين الاروكانا كاين كيما كنقولوا لافواغ كنا ذكرناها كاين سلالات اخرى كوكو دو فلاندر كاين المالين دو فلاندر كاين سلالات اخرين ان شاء الله كيما كنقولوا لا 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 فافيرول مهم على واحد العدد ان شاء الله ديال السلالات اللي هما سلالات بيضاء والحماء واللي هما تختاروا على واحد الاسس بالنسبه للمزرعه اللي هما اسس يعني فيها ثلاثه ديال الشروط التغذيه يعني المعدل ديال التغذيه يعني ديال الاستهلاك ديال الماكله في النهار التغذيه في النهار المقاومه للامراض ولا يعني التاقلم يعني سرعه التاقلم مع الجو والانتاجيه ديال البيض يعني هادو ثلاثه ديال العوامل تاخذت بعين الاعتبار باش هاد السلالات هادو يعني نحافظوا عليهم وباش تيسهل على الناس ماشي سهل على الناس انها تتعامل معهم حتى من بعد يعني حنا كنهضروا على واحد العدد واحد 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 الـ واحد الـ واحد الناس واحد يعني واحد الطبقه ديال الناس اللي غتتعامل مع الدجاج اللي غادي تكون يعني الدجاج كما كنعرفوه بلدي يعني يكون بالمسرح يكون يعني يعاون يحاول انه يتاقلم مع هاد الشروط هادو وهاد الشروط هادو هما الاسس لعلاش تاخذت هاد بقات هاد السلالات توفرنا عليها باش ان شاء الله يعني انها تكون يعني متوفره في القريب العاجل ومنها اللي متوفره حاليا ومنها اللي متوفره غادي تكون متوفره في القريب العاجل ان شاء الله. اذا كان هذا هو الجزء الاول المخصص لتربيه الدجاج البياض من مزرعه التينيزا والحوار الذي اجريناه مع صاحب المزرعه. الشكر الجزيل لكل الطاقم الصاهر على هذه المزرعه ولكم ايضا متابعينا الكرام الشكر الجزيل لدعمكم واخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعايه الله والى حلقه قادمه باذن الله.